كان الزمالي زيت زيت فيه بتاع ايش بيعت جوجل هذوما خويا الشفقه بالحق الزلمه زيت خلي قلت بفكر ثاني هاي هاي سيدي شكون طلعنا بما انه شفار طلعها بما انه احمد شفار طلعها الو خويا باش نعملوا القرعه و ما نجموش هكا نخرجوكم ما غير الكادو الو عندنا لهنا مدام فاطمه وعندنا سي نقصوا فيها باش نبداو قد سي ماهر ايوه يا سيدي اللي طلع أمير الايجنت تاع امير عمل الكويس احمد هو اللي طلع لي جبه يعمل انت باش تربح الكادو لا لا هي مين دبرته شكون هداه لك تاكسيست الفرنك كل فرنك باش يرجع لمولاه اي سيدي عندنا ال دو زوز اسامي اي سيدي يلا 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 ان شاء الله لا لا بيس ان شاء الله هكا ديما ربحين معانا وبيان سور احنا كل يوم هكا نعمل الله يخليكم وان شاء الله ديما هكا معانا تفضل سي احمد خذ لنا اوريقه يا سيدي شكون مدام فاطمه مدام فاطمه على ألف 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 مبروك يا للا كادو من أهداء الفريقي جي اسام ويعطيك الصحة للا اللي جيت بحضينا سي ماهر مرحبا بيك في كل وقت تجي بحضينا وتربح بيان سور لي كادو احنا دائما على ذمتكم يعطيكم الصحة ساعة اللي جيتوا بحضينا وشاركتوا معنا في الجو هكا كنتوا تتصوروا العشوية هذه باش تعديوها في الراديو ها جيتكم الحكاية يستحيل وانت طيب اليوم في الفطور قلت لي أنا مع الخمسة ونص باش نكون في الراديو الحياة قاعدة نلعب كل شيء كتبت ربي صحيح انت تغسل في الفريجيدير شفت كيفاش تجيك الحكايه هكا على سبونتاني مرحبا بكم بحق مشكوره جدا مدام فاطمه يعطيك الصحه سي ماهر ان شاء الله من حسن الى احسن الله يخليكم مرحبا بكم ومشكورين شنو يعطيكم الصحه هذه كانت الكويز نتاعنا لليوم مازلنا مكملين بالفقرات مي توت سويت مع الموزيكا الكويز وقيت الكويز